تقول السائلة: نذرت إن رزقها الله وحملت أن تصوم عن كل شهر من أشهر الحمل يوم إلى أن تلد، ولكن من الشهر الأول مرضت ولم تستطع أن تصوم، وهي الآن في الشهر الثالث، فماذا عليها؟ عليها أنها تقضي اليوم الذي نذرته ولم تصمه عنه، تقضيه قضاء، وتطعم مسكين عن التأخير. نعم، عليها أنها تقضي اليوم الذي نذرته من عن الشهر ولم تستطع، تقضيه وتكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين عن التأخير.